الحقيقة الحراك اليوم وانتفاضة السوريين في السويداء أكد ذاته الحراك وأكد بأن قوته في سياسته، وأكد هذا الحراك على أنه ينطلق من ضوابط أساسية ومشروعية أهدافه، ويزداد زخما بشكل أفقي على الجغرافيا السورية في أستاذ سليمان، ويزداد نعم تفضل. تمسكا ويزداد تمسكا بمطالبه المشروعة والانتقال السياسي السلمي لدولة المواطنة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مطالبة بتطبيق القرارات الدولية وأهمها 2254 تفضل أستاذ وعبر هذا سليمان. الحراك يوما بعد يوم وعبر هذا الحراك يوما بعد يوم عن أن السوريون أينما وجدوا يحبون الحياة ويحبون الحياة الآمنة والتي تحقق كرامتهم وحرياتهم. طيب أستاذ سليمان، اليوم يعني بحسب الأنباء كان هناك رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلق كان ذاهب إلى المدينة لإقامة أو يعني الخروج في مسيرة. ما هي التفاصيل؟ كيف بدأت هناك الأوضاع يعني؟ نعم، الأخ فراس معلى للاتحاد الرياضي أعلن بأنه سيقف وقف احتجاج في مدينة السويداء. فراس معلى إذا كان سوريا ويريد وقف احتجاج لتحقيق مطالب الشعب السوري وتضامنا مع غزة وإدانة المعارك والجرائم التي تمارس على الشعوب له ساحاته الكبيرة دمشق مثلا، لماذا اختار السويداء وهو يعرف تماما أنه كان على علاقة وطيدة مع راجي فالحوط وهو تاجر مخدرات وليس له حظوة في السويداء؟ لو كان ضيفا سوريا يريد دعم المطالب المحقة وليس استفزازيا لاستقبلناه بالورود، لكن أهدافه دنيئة ومرفوضة، فكان للسويداء كلمتها بأنه ليس لك مكان بين أهل السويداء، بين السوريين التواقين للحياة بحياة كريمة وديمقراطية وسلم عام. طيب ما يحدث اليوم على الحدود الجنوبية أو الحدود نعم الجنوبية لسوريا بمحاذاة الجولان السوري المحتل وبعض القذائف المتبادلة بين الطرفين، كيف يؤثر على السويداء وحتى موضوع يعني المكون الدرزي في السويداء وفي أيضا في الجانب الآخر من إسرائيل؟ نعم، الحقيقة نحن قلقون جدا على ما يجري من حرب مدمرة للأرض وللشجر وللحجر وللناس، وليس نتفق تماما بأن إذا إسرائيل تتهم داعش بالإرهاب ليس لها مبررا أن تقتل الناس الآمنين وأن تطال قواتها العسكرية وضرباتها الجنوب اللبناني أو الجنوب الغربي من سوريا، هذا اعتداء سافر على المواطنين الآمنين وانتهاك لسيادة الشعب السوري، ونحن قلقون جدا من هذا الأمر، وأرى بأن القضية ليست هي حرب إسرائيل ضد حماس، إنما هي تغيير ديموغرافي وسياسي في منطقة الشرق الأوسط عموما يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني والشعب السوري واللبناني والدول المحيطة ثمنا غاليا. فهذه الحرب مدانة بكل ما تقدمه وبكل أهدافها، مدانة لأنه ضحاياها شعب آمن من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال. أشكرك جزيل الشكر من السويداء سليمان الكفيري، حقوقي وناشط سياسي.